السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. صباحك خير يا بلادي، صباحك خير يا حكومتي، صباحك خير يا الزعامة يا الرئاسة، صباحك خير يا بلاد الأوطان، يا بلاد الحبايب، يا بلاد الخلان، يا بلاد نظير العين. مرحبا والله مرحبا بهالدار وهلها، مبارك عليك عيدك المجيد يا دار يا حكومتي يا ربعي يا هلي يا صدقان يا العالم باللي فيه. بالمبارك عليكم هاليوم الفضيل، هاليوم المجيد، عيد الإمارات الوطني 48. يعلى الله يعودكم عليه كل سنة وكل حول وانتم بخير وسهالة، وتكونون بخير انتم من تحبون حكومة وشعبا. فبالمبارك على كل من سكن هالدار، بالمبارك على كل من حب هالدار، كل من ياها، كل من زارها. بالمبارك على الحكومة، على الزعامة، على الرئاسة. أنا جيت ما رمت أني ما أوصل، لا 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 مستحيل، بس من شاف هالصورة وهالمنظر عرف أنا وين. هذه مدينة محمد بن زايد، هذه مدينة محمد بن زايد. أنا طالت عمركم ضويت البارحة، ضويت البارحة أني أروم ماي، لا 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 مستحيل، وين أروم؟ إن هالبلاد كلها احتفالات وكلها بوي مهرجانات وكلها خير وكلها فضل. والخير ابوي ابوي مجبل، الخير مجبل، الخير مجبل، اناس وفرح وطرب وزيره ومهرجانات واحتفالات وين ما تصير. بضبي غادي البحر يومنا، انا ضايف في الليل تلظ بكبرها، حرام تحراها تبارك الرحمن. العروس في ليله زفافها تلق بالعقود للماس، تعد تلق بكبرها قادية، تلظ 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 تبارك الرحمن ما شاء الله خير الخالقين. الله يحفظها من دار ويبارك فيها يا رب العالمين، حكومة وشعبا. يطرح فيكم البركة يا السهرانين ويلي واتفين ليل بنهار على أمننا وأماننا وحفظ حافظين دارنا من كل شر وضر يا رب العالمين، أنك تحافظكم يلي تجاهدون وتبذلون اليهدة في الحفاظ على أمن وأمان هذه الدولة، والناس كلها مرتاحة ومستريحة. ما نملك إلا الدعاء لكم أنتم يلي سهرانين على حفظ أمن هالدولة، من دكاترة ومن شرطة ومن جيش ومن عسكر ومن دبلوماسيين والوزراء والحكام وأولياء العهود، ذكور وإناث، ذكور وإناث، الكبار والصغار، إن الله تحفظكم مثل ما أنتم معيشين في هالعيشة الطيبة اللي نحن كلنا يغبطنا عليها. عيشتنا هذه كلنا يغبطنا عليها، اللهم لك الحمد. جيلي وجيل اللي قبلي لحقوا على شو؟ على منصة الاحتفالات أول ما حكم حياد زايد عليه الجنة. وين كانت منصة الاحتفالات؟ الأول يسمون عيد الجلوس، عيد الجلوس الأول اسمه، أظن يخلاف دمجوا عيد الاتحاد وعيد الجلوس، سموه سمى العيد الوطني، خلاف تكون مناسبة بدل ما تكون مناسبتين. المراد موقعها كان طالة عماركم بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وجهاز أبوظبي الاستثمار. المكان هذا شيء مبنى وزارة التربية والتعليم، وزارة التربية والتعليم، مشاهد الوزارة هناك شيء منصة كم مكبرها. هاي المنصة كان الأول الاحتفالات يجون الشيخ زايد والحكام كلهم يجون وأولياء العهود وهل بالجيش والوزراء والدبلوماسي مثل ما هو حينه. لكن كان الأول غير، الأول كشافة كشاف. نحن أنا ومجموعة كبيرة من الشباب، حد منهم باج وحد توفى، كنا في الكشافة وكانت المسيرة قدام حياة الشيخ زايد عليه الجنة. هذاك الوقت مسيرة الكشافة يسمونها، هبلا مسيرة كشافة والجيش والداخلية وهل بالدبابات وهل بالجيبات وهل بالصواريخ، يخطفن مثل العريبية وعليهم صواريخ هنمون قايلات، وايد هالشيء كانت هاك الأيام، شيء جميل كان، ويخطفون الخيالة والهجانة. إن شاء الله يكون لو عندي لقطة منهن، لو حد يطرشني بأرد أعرضها، اللي هي هاك الأيام الاحتفالات، شيء كان جميل في منتهى الروعة. سبحان الله سبحان الله. لكن الحين اكيد انه غير، وهذاك الايام هايك الايام غير. الحين الصواريخ تغيرن وكبرن وطرق الدفاع تغيرت والاوادم كثرت تبارك الرحمن. يعني كانت ايام جميله ولذيذه وحلوه،
بكل ما تعني الكلمة من معنى، والحين أكيد أن التطور وفضل من الله سبحانه وتعالى. مجموعات كبيرة، فئات من الجيش، الضفادع البشرية والبحرية والصاعقة والتدخل السريع، وايد هالأشياء اللي هاك الأيام هل تشوفون الحين، هذا ما بك شيء جديد، ها مستوت الدولة هذا موجود، من استوت الدولة هذا شيء موجود، ما شيء البارحة مستوي، لكن كثر وكبر هاي اللي تشوفونه انتوا حينه كله كان موجود، ما بشيء جديد، لكن تطور استوت نوعية غير، ولا والدريسات تغيرت ونوعية الأسلحة تغيرت وطريقة العرض تغير، يعني وايد الأشياء، لكن الأساس هو الأولي، أمن ابتدأ الأساس هاك النقطة البداية، البذرة، بذرة حب البلد للخير وللمشاركة في كل شيء، كل حد كان يشارك، ما حد دون على الثاني، ما حد ما كان يشارك باللي الله مقدر لنا، لكن تلقط البيوت كلها عليها إعلام، كان كل بيت عليه نشر، كل بيت عليه نشر، ما يتخطف على بيت ما عليه نشر، كلها البيوت بنادير تحرى معاريس، ترى الأول العرس ما بلا ليتات، العرس نشور الأول، النشر ننشور في البيوت عادة، يعني مش دخيلة، مش شيء جديد، العلم على البيت من يوم نحن يهال في كل مناسبة، في الأعراس، في الأفراح، في السيرات والأيات، حتى في الرحلات، حتى في الرحلات الأول، وربكم يلي تعبدونه يلي يصيرون الأول كشتات، كلكم تعرفون وين أطري، كل الكشات الأول قبل ما يدق الخيمة يحطون سارية علم، سارية علم في المخيمات، الشاهد الله عليه يسألوا كل اللي عاشوا الوقت هذاك السبعينات والثمانينات، كل المخيمات الكشات من السلع ليل في جيب، فالنشور كانت على السيايير، حتى هل بالتكاسي يحطون اعلام صغيرون، شفتوا العرشة هاللي فوق مكتوب عليها الاجرة، وين الاجرة هذه، علم صغيروني على اليمين وعلى اليسار، وهل بالسياكل، والله يا ابو حتى قوم خان الناس العمال الوافدة، هل بالسياكل، كل حد حاط له اريل طويل، هل اللي عنده سيكل بيدر، ما بسيكل دراجة موتر سيكل، لا سيكل بيدر، العجلة الهوائية حين زين، اريل طويل مطولة وحاطين فوق نشر، كلهم اللوادم وحاطين مثل شيء فولك، وهذا اللي صار جل الحين يحطون في عيد الميلاد، هذا كل الناس تحتفل الأول، الوافدين ناهيك عن المواطنين، فكانت أيام جميلة، ولين اليوم اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، يغفر لمواتنا وموات المسلمين وشهداء الوطن، ويحفظ حكامنا وأولياء عهودنا ذكورهم وإناثهم. الله يواب كلنا فداء لأغلى بلاد، لشيوخنا جند وعتاد، نحيا بروح الاتحاد، والفخر فخرك يا وطن صبيان يا كبار الشيم. يواب الله يواب، الله يعيد العيد دوم، والمجد يكبر كل يوم، بشيوخ ورجال قروم، والفخر فخرك يا وطن صبيان يا كبار الشيم. الشيرة الله يحفظكم موجودة في الشارع عند بيت حد، ما أعرف من بيت، المهم هاي الشيرة يسموها شيرة السيسبان، هذه الشيرة طالت أعماركم تكبر، هذه كبيرة طول الحين، طول الريال ثلاث مرات تقريبا أو مرتين ونص، وأكبر توصل عند الدور الثاني، يسمون شيرة السيسبان، وهي مفصيلة البقوليات، والشيرة هاي الله يحفظكم يوجد لها عدة ألوان، الوردة هاي اللي تشوفونها في ثلاث أربع ألوان منها، لكن هي مفصيلة يسموها فصيلة البقوليات، واسمها شيرة السيسبان، جميلة 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 جميلة، يعني لو تحصلها أكثر عناية بتغدي ما شاء الله أكثر جمالا، بيكون إنتاجها للوردة هذه كثيف، ساعات يغطي حتى على ورقها، جزاهم الله خير لزارعينها وبارك الله فيهم، الله يطرح لهم البركة. بس ما سولف لكم عن الانشور اللي على السياكل، هالنمونة الانشور الإعلام من هاي الصغار اللي تشوفونهن، هالنمونة اللي على السياكل، هي والله
الحين ها بيت وحليهم بعد حاطين هالنمون زين معدلين بيتهم ما شاء الله تبارك الرحمن. يا الله يا رب انك تحفظهم تطرح البركه فيهم اللي سووا هالشيء الزي الجميل الله يبارك فيهم. يا الله يا رب انك ترزقهم بحيث لا يحتسبون. تحراني مايه البيت ظاهر من البيت من سنه وهن عظمهن الا يومين سفرتي كلها يومين. ها ها واي today off why ان شاء الله اليوم اجازة؟ yes. no juice؟ yes. يلا 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 make the juice يلا ان شاء الله يلا بلاتك انت. اقولكم اليوم الله يحفظكم. هي والله نسيت غرب الله تخربت علي نسيت شو كنت اقول. غرب الله تم اقواها. اقولكم كني ظاهر من سنة ما كانهن يومين عظمهن يومين لكانهن كانهن سنتين. هي والله الانسان ابويه مهما يصير يصير ما له الا غير داره وبلاده وبيته وهله وناسه. والله وين تسير عن دارك والله يا ابوك ما شي فايده لو تسير شرق وغرب عن دارك لا بد ولا عذر ما يطيب لك ولا يحلالك الا مقرك وبيتك ومكانك ما يطيب لك الا هو غير بيتك لا تدور غير مكنبك لا تدور غير موقعك اللي انت فيه رابي فيه ومستوي فيه ما يوزلك ما تصلح لك الصوالح ابدا لو بيوزلك يوم يومين ثلاثة عشرة لكن ما بدب الدهر ابدا ما بدب الدهر اللي يوزلك ابويا فترة معينة مزرت عينك شبعت طالع شرق وغرب بترد على بلادك على مكانك على الأرض اللي أنت ظهرت وجيت وانتشيت ورضا وهلك وإخوانك وعيالك وأمهاتك وأبهاتك ويدودك فيها ما تروم تصبر ما تبين تصير لا بد أنك ترد مثل ما قالوا قال متوصف يصير البصل على طولة ويرد على محصولة. هذا عود البصل بيصير فوق 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 سوي هاش الوردة كم أكبرها آخر شيء الوردة ترد على المحصول وين البصلة هناك يرد ترد الورد. هي ما حد بيصبر عن الليلة ولا حد يصبر عن داره وعن بيته وعياله وهله وناسه ما تروم ولو تصير فوق تطير فوق توجه تحت لا بد ولا عذر منه لا بد ولا عذر منه. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. انتوا اللي تشوفونه هذا جبس زراعي وكبريت زراعي اللي تشوفونه هذا تحت هذا الحين تشوفون الارض كلها مبيضة هذا جبس زراعي وكبريت زراعي هي موجود على اليوتيوب وموجود في قناتي على على الانستغرام وكل وشارح لكم اياه شرح تفصيلي لكن ما مش غلط اني اصور لكم مره ثانيه للي ما شافوا وللي متعايزين بعد يشوفون الشرح مره ثانيه وثالثه بنرويكم طريقته وشوف وايد بنخبركم عنه بنخبركم شوف وايد شو الواحد يستفيد منه شو فايدة الزراعة. ها شو تسوي شامبي السلام عليكم جود مورنينج ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ليمون ها اي بارك الله فيك هذا ليمون تنيته منه واحد منه صغير واحد منه كبير بارك الله فيك ما شاء الله ليمونتين الحمد لله. انت دوا كم يوم اول انا قال لك خلي ركب جبت لي النمونه يعني هذا ابيض وثاني ازرق ها هي يلا حينه هذا الجبس الزراعي وهذا الكبريت الزراعي نحن نحط لكل شيرة لكل شيرة كيلو وين جبس زراعي وكيلو اللي تشوفونه كبريت زراعي كيلو كبريت وكيلو جبس وهي طريقة يسمون التعفير طريقة التعفير ها هذا هو التعفير على ما تشوفون هذا كيلو نحط الله يحفظكم كيلو وين جبس كيلو كبريت زراعي وكيلو وين جبس زراعي ها يتعفر بهالنمونه شفتوا ترى كثرت وقلت ما في مشكله هو المفروض ربع كيلو ولا نص كيلو اذا عندك زود تحط يعني هو ينفع ما يضر مره ولا مرتين في السنه هذا مره ولا مرتين في السنه يستحسن مرتين يعني فوائد الجبس الزراعي والكبريت الزراعي طالت اعماركم انه مخصب طبيعي للتربه ومزيل للملوحه.
وعلاج غلوية التربة والتخلص من الأملاح الضارة. يبقي الملوحة بعيدا عن جذور النباتات. الجبس الزراعي يعتبر صديق للبيئة، يساعد على تحسين عملية امتصاص العناصر، يكون أفضل معدل لامتصاص العناصر. فوائد الكبريت الزراعي: محسن لخصوبة التربة، فيضاف دائما مع التسميد الأساسي قبل الحرث، ولكونه لا يصلح للرش لأنه لا يذوب في الماء ليكون حتى محلول، وايد مهم في تكوين الهرمونات داخل الخلايا، ويثبت عنصر النيتروجين ويشترك مع المغنيسيوم في تكوين الكروفين، المادة الخضراء الهامة لتنفس النباتات وعمليات الحيوية وتحسين نوعية وايد نقص الكبريت يؤثر مباشرة في الكلوروفيل المسؤول عن التمثيل الضوئي، يعتبر مصنع الغذاء في النبات وصنع مادة شقايل. دواركا how are you? I'm fine sir. Good? Yes الحمد لله. المهم لادمي يوم يسمع شيء يكتب في النت، لا تتكل علي أنا ولا على زيد ولا عبيد، ادخل في النت واكتب شو فائدة الشيء هذا، شو تستفيد منه الزراعة، شو معناه الشيء هذا، ومتى ينحط، وكمية اللي تحط منه. أنا أبوي هذا الحين اللي تشوفونه أستعمله من هالكثر سنة، والحمد لله زراعتي بخير وأموري طيبة على ما تشوفون، ما في الماد الحاضر مدح. يا رب إن شاء الله يدواركا. هذا اللي مسويت لنا دواركا، هذا لازم على الريج. الحمد لله تمام. امس واحد نفر راشد وين انا اصل هذا دكان هي انزين قول سوي بابا ما انت رو مغرب سوي شادي، انا اقول لا ما سوي شادي، يقول والله سوي شادي. يا ربي حتى انت يا شامبي حتى انت، الله يعينها مشكله لا حول ولا قوه. السلام عليكم. بابا ما خالي سنجي خي؟ بابا خالي سنجي خي؟ احتياتي برابر ده؟ بابا احتياتي برابر لي؟ اوه اذا ما بلار خلا غره ده؟ ما بلار غره. اوه باي 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 منغا قوتي ترا حطليو منغا قوتي ترا قوتي. السلام عليكم بابا، صباح الخير، كيف صحة كيف انت تمام؟ وهذا ولد مولانا سمير، وكيف انت تمام، كيف صحة وكيف اولاد وكيف بلاد، كلش بخير. وامس يجي مطر قبل امس مطر، اليوم انا يجي في فوت، شفتي هذا في داخل بيت مولانا في دجاج، انا بس اشوف عشان في بارد اوكي ولا ما في اوكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير بابا خالد، كيف صحة كيف أنت تمام، وكيف أحمد وسعيد ومنهل إبراهيم العاصمي، ومليون مبروك يوم الاتحاد والإمارات، والحمد لله هنا بخير وكل شيء تمام الحمد لله، بس بارد عشان في الحين ما شاء الله شمس جهار سبو واجد بارد، وهذا مكان الحمد لله كلش منطقة واجد بارد، بس أنا أريد سوي سلام مشكور شكرا كثير. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. السلام عليكم بابا، هذا ابني عمي مولانا، وهو شغل داخل عمان، بس الحين رخصة يجي بالبلاد، الحين موجود هنا
وسوي عروض جديد وما شاء الله واجد فرحان. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله اذا رجعنا من الحيين مسوي لكم خبيصه، خبيصه ناريل، خبيصه تعال اسد يجي عليكم السلام. امس يجي مسج السلام عليكم هاو ار يو فاميلي، هذا ارباب مالك ها قرت عينك قرت عينك يا صلوحه. السلام عليكم. وين قال وين موكو الحبه؟ وين الحبه؟ عوده ثانك يو. وين كان فرات هنا؟ وين موكو مراكو هي تكلموا وايد نفرات عقبه هم ستة سبع شفت الخروف يوم ذبحونه؟ اي زين. ماذا كلام انت؟ واجد كلام انا مبوني انا وايد كلام بس. روح هي روح يتكلم. روح روح بشوف. المرة الجاية بتروح وياي. ان شاء الله. مرحبا بدوارك، يا مرحبا بدوارك، مرحبا بالبنات. جود مورنينج جيلز. جود مورنينج سار. هابي ناشونال داي. هابي ناشونال داي. زين توداي وات ذا نيوز؟ توداي is the nationality day. Hey. So today, madam, release all the workers for Baba Karen to go outside. To holiday. Celebrate. Yeah, only to celebrate the nationality day. Hey. So are you requesting for Baba Karen to give something to go to celebrate? Inshallah, no problem. How many one? Man and woman or woman? All of us. How many people? 10. Ten. Yes. Okay, I will give for each one 100. Thank you, okay, sir. Okay, total 1,000, but 500 from me and 500 from Salah. 500 from me, 500 from Salah. Yes. And please, I'm requesting to Samana to give us, no, don't give us 100. 50. From Manhal. From Manhal. Yalla, بتعطيهم. زين؟ تعطيه وانت تضحك ولا زعلان من الخاطر؟ وانا مبتسم. يلا خلاص. قلب نظيف. ايه قلب نظيف. يلا بيعطيكم 50-50. يلا. اي والله. صلاح وانت ما بتعطي بيزات؟ عيد الجلوس، عيد الاتحاد الوطني. زين صلاح؟ الله كريم. وين البيزات؟ ما كلم. تعال رشي ايه؟ جيب جيب بوك مال صلاح. جيب البوك. سر جيب البوك. سر سر سر. صلاح حبيبي حرام. Where are you going later? We are Abu Dhabi. We are. In Corniche. Yes. Last year you go also? Last year we did it get the. We had the visitors that day. But the last year but one we go. Aywa. Yes. Inshallah Kareem. Inshallah today we'll go. Inshallah. Thank you. At what time? Afternoon? Now we will go because of you. We have to wait for you to prepare for the day. Maybe we'll go 4 o'clock or 5. But we will return until we go. No problem. No problem. Okay, thank you. Appreciate. أقول لكم يبون يصيرون يطالعون هاي الشلك من أول الألعاب النارية. يبون يشوفون الألعاب النارية. طلبت. هي. شو عاد شو اللي طالب؟ طلبت مثل هذا؟ مثل هذا ما شي دقيقة، مثل هذا طلبت؟ ايه زين، عطيت من هالفلوس؟ انا من كاش. بتعطي كاش؟ ايه انت. انا شي خصني؟ هذا. هذا من نون بيطلبوا لك اياه بعد ها؟ ايه زين. زين؟ هذا كم خيب كم الفلوس؟ هذا عليه خصم ولا بدون خصم؟ ما خصم خالدي. كم بيستوي؟ 100 درهم. 100 وسعره كم هو الصدقي؟ 105. هناك سالته شو سوى في بلاده؟ ما ليش يعني ما في كلام؟ خبر سلام شو خلص هروس انا اقول في غني في دو كله هروس شيء سلاح بعد طخ طخ شو صار دون دون درز زين ثاني مره بتودي صلاح وياك باكستان؟ والله بابا وماما كله ليش ما يجيب صلاح؟ انا اقول صلاح اخوه. صلاح ايه؟ عرسكم فيه ها؟ هي لا حبيبي التثوير سلاح عندهم في عراسهم مشكله يا صلاح. بدل يا الحين وين بسيروا انتم صلاح؟ مكان رشيد روح هناك بدل. وين بسيروا انتم حينه؟ حينه؟ الساعة 6 الساعة 6 يلا لا حول ولا قوة الله كريم يلا. حبيبي ليش؟
ما بينسى ما بينسى من هل لا تنسى يجيب لي الباور بنك باور بنك يبقى واير بقى. ان شاء الله حبيبي ان شاء الله ثانك يو ربي خالد هي حمه حرمات خالد ايه بلا بيع ايه حرمات عندهم واخذ بخيمه الله يرحمهم وين ما بتصير اذا حوا بيصير انتم فلح بس يلا برايكم يلا مع السلامة إن شاء الله جاي إن شاء الله مع السلامة حبيبي موجود زين موجود حبيبي موجود اليوم بسوي خبيصة ناريل وين ناريل اليوم بنسوي خبيصة الحين بعد شوية تبى تأكلي لس لا لا ما علي بنخلي لك هون الكراسي العاميات شوفونها حينها بنحطها في هالمكان هاي جلسة تستوين كل سنة يرتبونها ويهنمونها جلسة كبيرة نحط الميمار والضوء هذا المكان كله طلق هذا الواجهة اللي على اليمين طلقة واللي على يسار بنتينها مسكرات لا والله ثلاث لكن هذا المكان يكون طلق تستوي لي هني والتلفزيون والدنيا طول فترة الشتاء نوري الضوء هني تغلي يعني وهم مسوين هذا سيثرو وهذا من كم سنة من سنتين وهي السنة الثالثة من يخلص الشتاء طووهن وحطوهن في البخار في الستور لين الحول كل سنة كان رجع الملحيين نردهن يلا خلاف على ما تترتب وهذا بنصورها لكم ربل هو ربل عادي يعني طلق من الغليظ يعني مكان زين يعني نف فتازم يلسى من يدخل الشتاء لين ينفسخ وأنا في هالمكان كان ليل ونهار شو ما شاء الله في فاي تبارك الرحمن هذا عاد حينه هذا لانه وقته الحين يضرب بالعرج وينتهض ويصير بيبتدي يزهر من عقب شهرين ما يقيض الانغال الا هو قايض وياه ان شاء الله كان الله يجعلنا من كان الله يجعل في الامر بده واليلسة خاري الحين أم الحناية أم الحناية How are you? Fine, thank you, sir. You happy? Yes. دواركا? Yes, sir. Everything good? الحمد لله. الحمد لله. Yes. Thank you, دواركا. Thank you, أم الحناية. You're welcome, sir. أم الحناين يدفوها على سيف كلها أصبيان تي الريل ميادي عادة بعض الأحيان يكون يصدف إن شيء فيديو أصوره في الطيارة وأنا طاير ولا وأنا جاي ولا سائر يكون يوم ما شيء تصوير أو يوم ما شيء إرسال فأخذنا ونهار ثاني أنزله فسفن إيت سفن الطيارة البحرية فيها من مراكش ما شاء الله تبارك الرحمن من أجمل الطائرات فيها المصلى وفيها في البزنس كلاس المكان كبير وكذلك في الـ في الـ في الاكونومي وفي الفيرست فيها طباخ للكبائن الطبخه اللي انت تباها بغيت تحجز الطبخه اللي انت تباها ومعينه قبلها اونلاين بغيت اول ما توصل بعد يجهزون لك شو امور وايد ما شاء الله طيران الاتحاد عندهم ومن قدام شيء تسع أسيات فقط فبإمكانهم طيران الاتحاد بدال الثمانية أسيات يحطونهم 18 بيصغر المكان حالهم حال غيرهم طيران يعني ما اللي مقصدهم التجارة لكن طيران الاتحاد تبارك الرحمن مركزين جل اهتمامهم براحة المسافر فلذلك تلقط الشبرية اللي يحطون لنا اللي البحر نحن جاي عليها هنا مترين ذراع ونص زايد عن ريولي مسافة وعلى يميني بعد نص ذراع يعني تحرى عمرك ما شاء الله في شبرية من الكبار وايد مقاسم جميل هاللي في الطيارة اللي أنا أركب فيها وصورتها وحب أنزلكم التصوير لها الليلة صورت البارحة كازابلانكا تجين إن شاء الله إلى أبوظبي نعم حول الله رحلة ساعة 6 ساعات و35 دقيقة إن شاء الله أنا ضيفنا الكريم الله يحفظك نحن طالت عمارتهم قد تقلع من الطيارة بعد شوية الطيارة عبارة عن ثمان كراسي ثمان كبائن للفيرست كلاس اللي هن هايين وثمانية وعشرين كرسي للبزنس كلاس ومية وسبعة وثمانين للأكونومي الطيارة هي نوع الدريم لاينر وإن شاء الله في خلال المدة البسيطة الجاية بتتحول إلى
جرين لاينر ان شاء الله في الاشهر الجايه. وهذا مثل ما تشوفون الكباين الفيرست كلاس جميل وراقي واحجامها كبيره، وهذا شخصيه تخدمك طول الطريق اللي هو الشيف. مطبخ طول طول وعرض عرض يخدمون كل عرض. هذا الشيف، هذا يخدم كل اللي على الفيرست كلاس، يعني هذا سبيشل للي في الفيرست وللي بزنس من غير واللي اكنوا بعد من غير. مطبخهم بلاد من كبره وحمامهم بعد. ها شوف الله عليكم، شوف الله عليكم كبره بلاد بلاد ما تحرى عنك. في خنخوش صغيروني، هذا الطيارات اكثر من 6 ساعات ونص لنا حين، باقي نص ساعه وانا اوصل ابو ظبي. ختلت الوحده والناس بكلها رقود وما حد ابوي لا نخير ولا صريخ ولا زعيق. من اجمل الرحلات، هدوء طياره ما كانها فيها حد، عيل ممزوره لين عينها. هذا الفيرست بكبره ممزور والبزنس ممزور والاكونومي ممزور تبارك الرحمن. وشيء منك مصلى بعد بشيركم. هذا مثل ما تشوفون ها مصلى مسيد، عباره مسيد للي بيصلي. وهاي الجبله يجون الوادم يقولون له هاي الجبله كانها يمين ولا يسار، يسوي له الميزانيه. فجزاهم الله كل الجزاء طيران الاتحاد على هالخدمه المميزه اللي ماشيه شراته خدمه في الدنيا العوده. وشيء مصلى في الدرجه الاولى، وشيء مصلى في الدرجه البزنس، وشيء حتى في الاكاديمي، في كل مكان شيء مكان للصلاه. يا مرحبا بمنيانه، ترحيب ضافي ووافي، ويا مرحبا وحياكم في دار تتحفاكم. من بوظبي للعالم كف العطا ممدوده، اترحب بملفاكم، تسابق المستقبل فوق الثريا ترقى، ولا تنسى ماضي هلها والحاضر بمسعاكم. ضيوفكم تنصاكم وتسابقون اخطاكم لكرامهم ورضاهم، احلامكم في العالي والمجد يترقبكم، فخر الوطن يا عياله يسمع صدى منجزكم، العالم اللي اصبح يدرك فعل يمناكم. هذا الفخر يجمعنا والغد احلى وياكم، كل عام واحلامنا تحلق في سمانا. بنياتنا الاماراتيات مواطنات شابات في مقتبل العمر، منهن الطيارة ومنهن اللي تسوق فانتوم، ومنهن اللي تسوق ابوي صاروخ، ومنهن ابوي لي وصل الفضاء وصل السماء وصل الاسئل. في دكاترة دكتورات وممرضات ومهندسات وبروفيسورات ومعيدات في الجامعات، ما شاء الله في السلك الدبلوماسي المناصب الوزارية. بناتنا ما شاء الله تبارك الرحمن في دولة الإمارات قمة حاليا، من الأساس هن قمة. لكان عازمان أبوي قمة على قمة، قمة على قمة. زين فيهن والأدب فيهن، وقبل هذا وهذاك الدين والأخلاق والأصل والفصل والمعنى والجاه والمنصب، ويسدنهن إماراتيات يحملن جنسية الإمارات. فلذلك هذا فخر لكل إماراتي، لكل إماراتي. قانون هو يعني الطائفة الفلانية ما تأخذ إلا من الطائفة الفلانية. هل هو هذا شرع؟ هل هو هذا مديل؟ هل هذا شو؟ نحن في القرن 21، نحن أبوي في عصر حين الدنيا كلها أبوي تربع، وعصر التطور وعصر العدل ما في شيء اسمه لازم تاخذين ولد عمك، لازم تاخذين ولد خالك، لازم تاخذين ولد عمك ولا تاخذين ما يستوي. يعني شو الراي؟ ولد عمها سووا هذا وظهر ابوي الدم ما يتوالم، ولا اشلق ويغدي بالعيال شلق، ولا ابلق ويغدون العيال بلق. ما بلازم، ما بقانون يعني هذا. هذا الاول الحين الدنيا ابوي الامور طيبه، الامور طيبه. يوزون ابوي اللي من حسن اخلاقه ودين وخايف من الله ونظيف وراعي وظيفه ولا كلمه نعويه ولا مستظله. رب العالمين بيسر الامور، ما بلازم ولد عمك، ما بلازم ولد خالك. راعي الفجير زين وراعي السلع زين، ويوم بيتخالطون الانساب اللي من الطائفه الفلانيه ياخذ من الطائفه الفلانيه، واللي من القبيله الفلانيه ياخذ من القبيله العلانيه. مش
مش شيء عادي، هذا شيء سبيشال يستوون، يستوي العيال غير نمونه تبارك الرحمن. نبتاك لازم ولد العم، انت شلقه ولد عمك شلق، يظهرون العيال بلق، ما يستوي. هب قضيه ما يستوي، ما بقضيه ما يستوي، قضيه يستحسن انه يعني تتغذي الامور طيبه. اذا ما الله يريد ان عندها ولد عم ولا ولد خاله، سبحان الله انها ما يتوالمون، يبون يغيرون العيال. حين لازم اصل وفصل اليد من الطائفه هذه والخاله من الطائفه هذه، وكلهم نفس الشيء. انا وش بسوون انتم؟ شو هو يعني هذا 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 مال هجين خيل حق فرس عربيه اصيله؟ شو يعني في الحيوان هنمون يسوون؟ في الخيول الحين البيشان اللي هن رتشاب وهن رتشاب ياخذون الفصيل الاول الفصيل الثاني، عقب يرتدون العيال ينشون يجيبون فحل غير عسب يعدل النسل. هنمون هذا العلاج الحين استوى، التفكير التطور الابحاث العلميه هذا اللي استوت. لازم ولد عمك ولازم ولد خالك، ما بلازم، منو قال ما بلازم؟ ولا بغصب زور وألد العيش ما تهوى النفوس، ما حد قال ضروري، ما حد هذا ما استوى في الشرع لا عند الأوليين ولا عند التاليين. حد في السنين الأولية يقول لك والله ولد العم ينزل بنت عمه من على مطية، فلو أخذها واحد أجنبي ينزلها ويطلجها منه ويأخذها من يده يديد عقمر، ما يستوي هاك الأول فالتو. الحين اللهم لك الحمد الدنيا تطورت، والدنيا أبوي علم ودراسة وثقافات، والناس أبوي بنت المشرق يأخذها ولد المغرب، ولد المغرب يأخذ بنت اللي في المشرق، وهاي الدنيا تعارف، اللي من الشرق يأخذ بنت اللي في الغرب، وبلادنا وحدة وبناتنا ما شيء شرات في الدنيا العودة، عود وزين وجمال وأصل وفصل وثقافة ودين مخوفة من الله، والإمارات جنسية الإمارات رقم واحد في العالم، الناس يتعنون يتمنون شوف في الإماراتيات في كل دار، انطافت ولنها عن 600 حق، ونرمست ولنها أخيرهن، ونرتزت ونحاضرت ونتكلمت ونزارت ونسيرت ونتنسخت، ولن نسخ روحها يا أبوكم ورد طايفي. شي شرات تراعت الدار يوم يقول لك حالات الثوب رقعت منه فيه يطرون هذا، ما بلازم بنت عمك ولا ولد خاله ولا ولد خاله تاخذين، ما بشرع هذا. حالات الثوب رقعت مني فيه يعني اماراتي تاخذ اماراتي، راعية الدار تاخذ ولد الدار، راعية الدار تاخذ بنت راعية الدار تاخذ ولد الدار، هذا مستوت الدنيا. حالات الثوب رقعت منه فيه هذا اللي يطرونه، ما يطرون حالات الثوب رقعت منه فيه لازم بنت الخاله ولد العم، لا 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 لا، بلادنا وحده من السلع ليل فجيره، بناتنا زينات وشبابنا اخير، والحمد لله رب العالمين. خوص بخوص رقعت السم خصف، خوص بخوص رقعت السم خصف. حاليا طالت عمرك ما شيء بدو وحضر، وما شيء راعي مدينه وراعي يبل وراعي سهل، لا حينه اخير ما يكون الثقافه. يسالون ابوي شو ثقافه ولدك؟ شو ثقافة بنتك؟ شو من الوظيفة؟ شو من المنصب؟ شو من العلم؟ شو من الدراسة؟ دين، راعي صلاة، راعي مخوفة من الله، راعي هي هذا يتخبرون، راعي مراير، راعي خير، راعي بحر، راعي بر، هي نعم. ما بيتخبرون عن أصل يدان من وين يو تنتو وليش عاد؟ حق شو البنات ابوي ما شاء الله كثر التراب، والشباب اكثر عنهم، والحمد لله الامور طيبه. واخير ما يكون ابوي هو الدراسه والثقافه، هذا اللي بتخبرون عنه، الثقافه والدراسه هاي تخبرون عنه، ما بيقولون الحين هذا والله نعمل بر، نحن ما بدوي ما بني وزن نحن حضر، لا ابوي الحين المياه طارت عماركم تواردت، المياه تواردت حاليا، هذاك زمان ولا ان يعني البدوي ما ياخذها الا البدوي، ولا الحضري ما ياخذها الا الحضري، ولا ما يستوي. لا لا الحين ابوي المياه تواردت وما حد اخير عن حد. مثل ما قلت لكم خوص بخوص رقعت السم خصف، مثقفات دارسات، ريحه يا ابوكم تشل وتحط ريحه الاصل وريحه الفصل، الجواز رقم واحد. شو خليت بعد؟ من الطيح ما تشلك الا ابوي بنت بلادك، لو تعورك تعورك تغمض عينك اليمنى قبل يسرى، باعت ما وراك دونك ابوي ردت بلادها، ما شيء ابوي شرات راعية الدار. لذلك قالوا حالات الثوب رقعت منه فيه، من الطيح هي اللي بتشلك،
أو من الطيح من الطيحي أنت بتشلها، لأن أبوي من دارك ما تهون عليك، وأنت استوابك أدنات الدون، هي بتشلك بتبيع ما وراها ودونها لأجل خاطرك، لأنها أبوي منك وفيك من بلادك من مثل ما قلت لكم حالات الثوب رقعت منه فيه ما قالوها عبث، قالوها ويقصدون وعندهم خبر شو معناها الأوليين الوصف هذا، ما قالوا عبث، ما قالوا اللي يعرفون أن بنت الدار هي اللي تشيل راعي ولد الدار. لو استوى بينك وبينها اللي استوى أدنات الدم، ترى الحرمة والريل وعيان في بيت ويتداقن، لازم تسوي شوية قرقعة، وين بتيب هاي اللي من هاي البلاد، وين بيسموها عياله ولا من آخر الدنيا، وين بتلحق أبوي أهلها، وين بتخوال عيالك وين بيجيبونهم آخر الدنيا. لا الحمد لله بنيات كثر التراب والشباب أكثر منهم، والحمد لله خبز دهننا في مكبتنا على ما قالوا هالكويت، دهننا في مكبتنا، ومثل ما قلت لكم حالات الثوب رقعت منا فيه، لحد يدور من شرق وغرب بناتنا ثقافة ودين وأخلاق وجمال ووظائف ومادة وبنايات تناطح السحاب، تأخذ وحدة أبوي ما وراها إلا قمر راسة، ما وراها إلا قمر روسن هاللي من شرق ومغرب، عليك أبوي براعة الدار، ولا نيت أبوي بين ما تدقها أبوي تتناثر خيرات الله من خوال ومن عمام، اللهم لك الحمد. يجيكم لين باب البيت لا تدور عن يدود يدود وين يايين ومتنتين، ما علي أمه طيب وأبوه طيب خلاص يوزو، لا تديلسون تدورون تسكرون الدنيا الشيء الفلاني ولازم يكون راتبك الشيء الفلاني، ما عليه أبوي ما ينكر حال، ما ينكر حال، لا تدورون أدنات الدون ولا على الدقة تحاسبون، رب العالمين ها بيحاسبكم بنيات أبوي مازرات البيوت لو يي أدنات العذر وفي، ما عليه من تاب تاب الله عليه، كان ما عليه هاي كنت يوم أنا بنت، ما عليه رب العالمين غفور رحيم، رب العالمين يغفر ويسامح، نحن كجا مرحبا، نحن وين سايرين، نحن وين سايرين، نحن أبوي رب العالمين غفور رحيم، لازم الإنسان يعدي ويطوف ويمسح ويغفر ويتعدى ويتخطى السيئات ويتخطى العقبات ويتخطى الكلمة اللي والله انها ما عليه. ياك معاشه 7000 ولا 5000 3700 يوزه رزق الحي حي، رب العالمين تباركوا بالنواصي والأقدام، تباركوا بالنواصي والأقدام، والله يا أبوكم يا ريال الله يستر عليه إن شاء الله ويحفظه ويطول بعمره، خذ حرمة يوم نحن صغار، والله يا أبوك يوم ياخذها إن فليكس ويجن وقسما بالله العظيم حرمة حرمة يا بت درزن عيال فليكس ويجن، ورب العالمين يسر له الأمور وأبويه البنايات والشركات والخير خير والشر الخير، هين عم من يوم نحن صغار والله يا أبوكم يوم ياخذها سيارة فليكس ويجن، هل عيونها مبققات النمونة شيء منها لو ماشي ما ظني شيء حين يسمونها الأول فليكس ويجن، وكل هالعرب تمت أنا أبو حدو سياييركم مرسدسات في البيت ميوزين فليكس ويجن، والله أنه يوزوه فليكس ويجن وحين أبوي بيته ما يشل من خيار السيايير، شو بقول لكم أمور المرزج الله، تباركوا بالنواصي والأقدام، حد من الحريم ريلها جدمها خضر على الريل، وحد من الريال جدمها خضر على الحرم، والبركة بتي والعيال والحمد لله الأمور بتيسر، ما عنده عطو عطى شو بيستوي عليك، عطى بجيب أبوي البذرة والله برزجكم العيال بتحصل الأحفاد بدل ما تبي يلسنها سامان ديقة كانها مربعة شو تباها، خلاص البنت أبوي من فيها كسرة الحريم وتطلب العرس يوزوها، بكل يوم بكل من حدية معاشة جليل وين بيوعت هنبع حد يعيش نفس المستوى، واي تراب أقول تراب، واللبن يربى ويغاوي عليه يميع الذباب، تراب ويناح غراب واللبن يربى يغاوي عليه يميع الذباب، هبي خلينا نرمس قاق وقاق وستين طول هذراع، أنت بعد حين بعد هاي ناثر كن حببوا يوم يكن حد، والله أنا ما في ياخذ هذا حين بتري اللي أخير، أما يا بيفوتك القطار لا تقولين بتريين اللي أخير، يات توكلي على الله قولي حق أبوك ما شي خلاف، وأبدان أبوية دنيا راتبها محول، افتحي المجال حق خواتك اللي من غير أنت ياسف المرصاد بيوز، لازم تعرسين أنت قبل هذا بعد غير نمونة، ما بلازم أنت بعد تعرسين قبل، اللي أبوي نصيب اللي أصغر برايها تصير اللي أصغر، أنت ما عرس أنت حين أخوك اللي أصغر يبي يعرس براي
ما بلازم تيوز اخوه العود، احد منهم لا بن يوز العود وعقب بن يوز صغار، ما بشرع هذا ولا بقانون. والله هذا نحن ما بن يوزه، ما يبي يعرس الحين، يبي يعرس اخلاق في راسه حبه ما انطحن، ما بن يوزها هاي، لا نيوز اول نيوز العود وعقب نيوز اللي اصغر. ليش الغالي هاي الاكرامي ها ما برامي، لا يوز ابو انيا نصيبها الصغير يوزها، انيا اللي اصغر يوزها، انيا اللي اكبر بعد يوزوها، لا تخلونها الرامي. والله يا ابوك لا يطيح في جبودكم. هي نعم الرامي، هي هم بيقولون بعد شو الرامي، الرامي الدياي ردينا موضوع الدياي شو اسوي عاد سالفتي بسالفه هاي الدياي الله يحفظكم عسب ما تغير المرك مالها من تبيض اليوم شلوا بيضه امس وخلوا بيضه اليوم وبيضه اليوم خلوها باكر شلوا مكانها الجديده لين تصير وتخلص البيض. شو السبب؟ لان هذا رامي ان شليت البيض كامل بتغير المرك وقوموا خلاف باكر دوروا تحت اليواني تحت الصناديق ما حد يعرف الدياي وين بايضه خلاص لين خلاف لا لا يلاقي البيض يخلي الرامي لا بد من الرامي. ما بعيب البيوت كلها ابوي عندهم يران، حتى اللي جايين من الفجيره واللي جايين من الشارجه واللي جايين من الامارات الشماليه وساكنين في ابو ظبي او اللي من ابو ظبي وساكنين في الفجيره يتخبر هناك عن بيوت اليران. ترى مش غلط انت عزابي تقول انا اخيل اسال الفلانيين، لا مش عيب مش عيب ابدا مش عيب ولا بمنقود ابدا مش عيب انك ابوي تخبر عندهم بنات. كان ابوي ادور العرس لا بمنقود لا تحرم احب يوزك والله بيوزونك يتمنون اسمه الريال دامك ريال وفيك خير وخايف من الله وتحيد عمرك انك ريال فنان وزين وراعي وظيفه وما ما عندك مآرب اخرى رب العالمين بيسهل لك الامر في كل امر. لا تتوقع انه ما بيوزونك تقول انا من القبيله الفلانيه او انا من جميم لي بال هاي الاخ بيوزونك دامك ريال واثق من عمرك والله بيوزونك. لا تقول ابوي هاي القصر عندهم ولا هاي ناطحات سحاب عندهم، لا ابوي بيوزون لا تتحرى ابوي ما بيوزون بيوزونك. خذوهم ابوي من جميع الطبقات الناس تتواخذ. لا تتوقع انها بيت تمعود ما بيوزون لي عند بيت صغيروني، حتى لو ما عندك بيت بيوزونك مش غلط حتى ما عندك وانت حين غايه العرس متى ما الله يرزقك بيت خلاص ما تعرس يعني. عمرنا طالت اعماركم وايد وشي حين مهرجان طالت اعماركم مهرجان في دار العز دار ابوي الظفره دار الفلاحي مهرجان يشار له بالبنان حاطين الميزانيه ابوي تهز البنوك تهز البنوك البنك بكبره يرتي من الميزانيه اللي حاطينها للمهرجان مال الظفره. المبالغ الطائله هاي والمبالغ هاي الكبيره الميزانيات بعشرات الملايين ها ما انحطت عبث انحطت تعزيز التراث ولترسيخه وللمحافظه عليه مع وقت مع مرور الوقت. يعني يوم تندفع في مهرجان 50 مليون او 30 مليون او 100 مليون او العام نحط 20 والسنه زادوه اندبل استوى 40 و50 مليون شو معناه؟ ان في اقبال وفي رغبه من اولي الامر بالمحافظه على هالارث اللي ارث عليهم حياه الشيخ زايد الوالد يعله الجنه أرث عليهم وأمر أن التراث يصان ويتجدد ويتحافظ عليه دام الدنيا حية. فلذلك العيال شيوخنا كلهم بارك الله فيهم ولاة الأمر أول ما حافظوا وركزوا على التراث من التراث هو المهرجان الظفرة للمزاينة للحفاظ على سلالات الإبل للحفاظ على سلالات الإبل والمزاينة والتفاخر بأساميهن ونسبهن وأحجامهن وأشكالهن وناموسهن حفاظ على التراث الإماراتي بالأخص والخليجي بصفة عامة. فلذلك ملتقى اللي هو مهرجان الظفرة لمزاينة الإبل هذا ملتقى جميع الأنظار كلها من دول مجلس التعاون البلدان العربية كل من عنده فصيل جيد وممتاز اي بوي تفو شربه اي طالع يسمون المزاين وما يصح الا الصحيح الزين الناس بتشكر عليه بتمدحه اللي سلاله من
لها مقاييس، لها معايير، لها أشكال، لها أحجام، من قارب، من سنام، من طول، من شعرة، من قامة، من بجده، من كل شيء، من كل شيء، كل شيء يخطر في بالكم له تقييم في لجان طويلة عريضة قائمة على تثمين وتقييم كل شيء فيهم. السنة هذه الله يحفظكم زد عن كل السنين. يا الله يطول بعمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، أمر بإضافة مبلغ وغدره. المبلغ وصل إلى 52 مليون درهم و81 شوط، زادوه الأشواط لأن الرغبة كثرت والمزاين وايدين والعالم وايد من جميع دول مجلس التعاون. ياي تنكم أبوي طيور بلية مناجيب، ياي تنكم أمك لا إله إلا الله، أتشرف أبوي الظفرة والظفرة بتتشرف بضيفانها، والله مليون مرحبا من ساروا لين وصلوا. مهرجان طالت عماركم في أشياء وايدة، هبل مزاينة الإبل في طالت عبقراكم حين عاد من الورقة. أولا مزاينة الإبل، مسابقة المحالب، مسابقة الصيد بالصقور، مزاينة الصقور لفئة الفروخ، مزاينة السلوقي العربي التراثي، سباق السلوقي، مزاينة التمور، مسابقة اللبن، سباقات الخيول العربية الأصيلة، مزاين الغنم، مسابقة الرماية، ورشات عمل للأطفال. ناهيك عن المكشات، المكشات المكشات طالت عماركم هذا شيء في منتهى الروعة، الوصول والجلوس فيه روحه حضيرة وعالم وطبخ ونفخ. مكشات يعلم عيالنا طريقة ومذهب الكشت والتعاون وطريقة اليوم الواحد كيف يشب الضوء وكيف يطبخ وكيف يذبح وكيف يصرخ وكيف يهب الشريح اللحم، طريقة تلجيم القهوة وطريقة الطبخ كل شيء، طريقة تقطيع الذبيحة كيف يذبح، هذا كله في المكشات. المكشات الله يحفظكم راشد بن محمد بن عيد بن زنيد القبيسي صاحب فكرة المكشات، فعالية جميلة تحصل في جميع مناسباتنا في الدولة وبالأخص التراثية، شيء في منتهى الروعة. حضرت كذا مكان يسوي جذب سياحي للعالم، ملتقى الأنظار، يونه العالم كلها، اللي يبى الأكل ويبى الشرب، اللي يبى الضحشي، اللي يبى الفوايل، اللي يبى الفوايل الحارة والباردة. ناهيك عن المتواجد شو يكون بعد من الضيفان اللي يونه هناك، تلجيم الدلة، بكل شيء، كل شيء، كل شيء قدامكم تشوفونه في عند في المكشات. المكشات هذا تصميم وإخراج والفعالية كلها مات المكشات برعاية راشد بن محمد بن عيد بن زنيد القبيسي. واللي أهم عن هذا وهذاك الأسواق الشعبية والحرف اليدوية، كل العالم شاركة من جميع أنحاء الدنيا. هذا كله بتلقطونه بوي في مهرجان بزاينة الإبل في الظفرة. بنحط لكم العنوان وطريقة الحجز، واللي يبون يحجزون اللي عندهم أبوي، حتى اللي عندهم فان ويبون أبوي يصيرون هناك في باركنات خاصات للفانات الأمريكيات، هاي ما يسمون لهم اسم، واللي يبقى نبيت شيء فنادق وشيء بيوت شيء كله، بحط لكم كل، واللي يبقى يبيع واللي يبقى يشتري واللي يبقى ستاندات، هذا كله موجود. بنحط لكم العناوين، مكان يشار له بالبنان، وايد ضروري الحضور لكل منكم والجميع. هذا تراث حياة الشيخ زايد وتراث محافظة عليه الدولة، والأمر جاي من عند الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، اهتمام مركز للحفاظ على التراث.
الحين طالت عمارك بنزلكم طريقة ومكونات خبيصة الناريل، خبرينكم عنها، صورتها الصبح وحين بنزلها لكم. خبيصة الناريل الثلثين طحين والثلث ناريل. لحد يتفلسف يحط ناريل ني، ناريل لازم يتهنن ينحمس لين يحمر عسب تبن ريحته ويغدي اسمها خبيصة ناريل. لحد يتفلسف يحط مكسرات ويحط كشمش ويحط زبيب ويحط طحنة الزمان وبيدام وفستق وليلي، أبدا هذا كله ما يستوي. خبيصة الناريل خبيصة ناريل ما ينحط فيها أي شيء ثاني، تنحط تتسوى يا بطحين بر ولا طحين رقم اثنين ولا رقم ثلاثة ولا سميد على هواه الإنسان، لكن ناريل ناريل ما ينحط شيء آخر أبدا. شكرا. طريقة ومكونات خبيصة الناريل: قطيين طحين بر أو طحين رقم اثنين حسب الرغبة أو سميد على كيفكم، قوطي ناريل، ماء ثلاث قواطي، شوية مورد، زعفران، قناد اللي هو هيل، سكر قوطي ونص، كل القياس هذا. زين الناريل لازم يحمس ولا الطحين لازم يحمس يتهنهن لين غادي حمر. نحب نرويكم الطريقة على أول بادي. ها سكر ينحط على الماء ونص الأشياء هاي، نص القناد ونص ماء الورد ونص الزعفران ونص ونص القناد ونص ماء الورد ونص الزعفران، ويتخلى لين يتشل، ينشل هذا عاده يتخلى لين تعقد شوي، يشير ربع ساعة عشر دقائق فقط. هذا طحين البر مرة زاهد حمر. يلا خلصوا أبوي من طحين البر. زين الحين يحمسون أو يتهنهن الناريل، لازم ما يغدي يتشلوط يتحرق، لا لازم يغدي حمر حمر، ما بأسود شعره بيضة وشعره حمرة وشعره سودة، لا الضوء تتقصر ولين ينضى على دوبه حاف ما ويا أي شيء هالأثناء الشيرة على الضوء. هذا وحين مرة غدا الناريل حمر. يلا شبوي شبوه على هذا على الطحين، طحين نص كمية الناريل قوطي والبر قوطيين، يعني ضعف كمية الناريل هو الطحين. هذه هالنمونة والشيرة وزاهبة الحين مرة سيدة ما شيء واحد اثنين. ضروري الدهنة الثلثين ينحط ويا المروق مال الشيرة، زين الثلثين والثلث ينحط مباشرة هو تلايا القناد والزعفران والمورد. الحين يا الله ريتكم تروحون لين اروحه. ها خلطة تنحط ترد في الجدر والضوء على ما تشوفون، ها كبار تلحق هالضوء خفيف الضوء الحين يتمرق. هذا وقت المروق. ايوه هذه طريقة، هذه خبيصة الناريل، هذه خبيصة الناريل. الإنسان راعية البيت عينها ميزانها، تشوف المروق إن بغى زيادة زادت، إن بغى شوي ناقص قصرت. يعني حد من العرب تعيبه الخبيصة مختبصة وايد وحافة، حد من العرب تعيبه الخبيصة شوي مستعصدة لينة، وكل إنسان عاد على هواه. غرب اللاتك ما بغي يجلي السمك إلا حينه، غرب اللاتك من حسك. الحين طالت عمارك نحط الزعفران في الماء الورد. أيوة والقناد سيد ورا سيدي، تنحط الدهنة الحينة سيدي وراها الدهنة. تتسكر بوية تتخلى تنضع على دوبها، لازم سكار، عن السكار لا بد ولا عذر، لازم تسكير لازم تسكير، لازم تسكر الخبيصة، كان عيش ولا خبيصة ولا فوقة ولا أبيض ولا بلالير أي شيء بدون تسكير ما ينفع، لازم
يسكرون الجذر على ضوء قاطرة الوقت اللي يخطف اللي عنده سخان يحطون ابوي ضوء تحت الجذر وفوقه وتحته وحد عادي يكتفي. بس أهم شيء الجذر ما يتنسخ ما يتنسخ، يحكمون إحكام ويحطون عليه روز، حطوا عليه روز خلاص ما يتنسخ، لازم الضوء جليل تحته فباب تلحقه الضوء. نيشان سكارة سكر خلاص لازم ما تروم تحط يدك على الغطاء مرة بتحط يدك تتشلوت خلاص خلاص بند الضوء عنه وتصير وتغرف. بنرميك خلاف وقت الغرف عادة. وبعد مرور ما يقارب 20 إلى 25 دقيقة انقفض بسرعة. هذه خبيصة وسكرات على ما تشوفونها. ريحته تضرب في خمرة الرأس. شفتوا الخبيصة شيء؟ أشعر من اللاس؟ أيوة. هاي خبيصة ناريل. هذه خبيصة ناريل. ريحته تضرب في خمرة الرأس غير نمونة ريحته. ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا غرف غرف. هذه خبيصة وزاهدة. على ما تشوفون. أيوة سمعتوا بها الخبيصة اللي عليها رضوان من الله. هذه قوطي طحين بر وقوطي ناري. أيوة لذ لي في الدنيا والله يا ريحة غير نمونة. ريحة النار إلا كم تسوى. السلام عليكم خالد الخالدي. السلام عليك يا أبو محمد. أنت اليوم الله يطول في عمرك الصبح كنت تطريهم تطري الجاليات اللي عايشة عندنا في الدولة ويحتفلون ويانا كانوا في السبعينات في الثمانينات، وبالصدفة لقيت هذا من الجنسية البنغالية محتفل وحليل وشال العلم وياه السيكل، فقلت لازم أخذ لقطة وأطرش لك إياها. رقدت تظني حول ساعة تدرون عاد حتى رقدت عقب ما أذن عقب ما أذن العصر ختلت شوي. شفتوا هاي اليزة هي نفس سماة العام. شوف ما زينها غدت عاد هذا هني في النصيب يحطون كرسي أنا هذا داخل يتمريح وهذا كرسي كراسي كلهن عاديات. هاي أمهات نسيت والله كم يعني عاديات هاي أرخص ما يكون في السوق. جلست خارب أحد من الغلاية ما ينحطن خارب من الغلاية. جلسة جميلة وليت كم كبرة وهناك يحطون تلفزيون الطاولة هاي شو جلسة غاوية يعني صادة ودافية. هذا الكوائر أشياء وايدة. شلكم البيت ولا آدمي في غيري ولا آدمي كلهم أبوي سارة وحق عيد الاتحاد كلهم أبوي واخذين الجازة الريائيل والحريم بيون حين نص الليل هذا العام وعام الأول واللي قبله كلهم أبوي اشتلوا وهزمت حين روحي مركوز تحراني كوز كرنكوز في البحر مركوز. الله العظيم حين طالت أعماركم بلش بتلبس بتوكل على الله. وين بسير؟ بسير مهرجان الشيخ زايد اللي في الوثبة اللي ابتدى أول البارحة والبارحة واليوم ثالث وباجي عن انتهاء 57 يوم بالعد والكمال بالعد والعدد باجي 57 يوم هي نعم عن انتهاء مهرجان زايد للتراث اللي في الوثبة السنوي اللي بوي جايتنه العالم ليه في الكون كلها مدة شهرين. مهرجان زايد اللي في الوثبة هذا طالت عماركم دخل موسوعة جينيس من حيث الأجود والأطول على مدى 60 يوم كمهرجان تراثي دخل موسوعة جينيس. ومبارك للي قائمين عليه واللي منظمينه واللي للمعازيب الله يحفظهم إنهم وصلوا إلى هالمرتبة العليا تبارك الرحمن بتنسيقهم وإعطاء الأوامر بإنشاء هذا المهرجان الضخم اللي دخل بالدولة إلى موسوعة جينيس. هذا شيء روحه فخر واعتزاز يعتز به كل إنسان في هذه الدولة. نعم الله يحفظها من دار
ويبارك فيها، يطرح البركة في حكامها وشعبها، ويطرح البركة في أرضها وعيالها وبناتها الصغار والكبار، مرة ما خص حد ولله الحمد. مهرجانات الدولة من استوت الدنيا وهي قمة على قمة وذوق وقمة، من أول ما استوى الاتحاد لين يومكم هذا، في كل الاحتفالات اللي تقام وتترتب في هالبلاد المبروكة، نعم كل هزينة كل فنان، وكل لو تسوي اللي تسوي ظهر فنان، لو تسوي أدنات الدون، لو الشيء البسيط يطلع ما شيء شراته، يطلع مرتب وفنان وغاوي، وتيه العرب وتيه الناس، شو ما شاء الله بيت عندكم، دوكم شوف بيتنا غير سفارة ما شاء الله، شو غادي الله محفظة من البيت، الله يخليني أبوكم الله يخليني. حد يدعى حق عمرها كثر؟ لا والله عيل بلد حق الأجانب بس، وحق الناس اللي من غيره لا والله الله يخليني. هي نعم ويطول بعمري يا رب العالمين، هي والله يكون ما يستوي علي شيء، هي والله ما في يستوي علي شيء من حيلة، شو تول هو بادي، ما في ما في، لا والله أبغدي بخير وسهالة دب الحياة، مرة ما يستوي علي أدنات الدون، أغدي رقم واحد مرة، دام الدنيا حية أغدي بخير ودك مرة ما يستوي علي أدنات الدون، إن شاء الله وإن شاء الله أنه ما بيستوي علي، الحمد لله ما استوى هالسنين الطويلة كلها اللي اختفت، الحين بيستوي ما بيستوي، خلاص تعديت مرحلة الخطر ولله الحمد. الله يفكري بس أنت من عيون هالوادم من الحسد ومن القال والقيل والصدع والديانة، الأمور طيبة الأمور طيبة، لا دمي بوي من يفتك من العيون ومن قولة التوحيات هذه ما توجف، الأمور تغادي طيبة، المهم من الله يفكه منهم. هي نعم من شر حاسد إذا حسد، من شر بوي أمهات لسانين هالبعاريات، ومن شر بويه اللوتية واللي ما يخافون من الله، والظلام الله أكبر عليهم، هاي في الدرك الأسفل. هذا حين الله يحفظكم دربي سيدة صلي المغرب معين من الله خير، متروح داز بالخيل بالخيل داز بالحيل كله ما تشوف ما في الحاضر مدح، وغادي يبوي رقم واحد ما شاء الله، كني البخت وعلى التخت. نزيل وين أبا؟ أبا مهرجان زايد في الوثبل، مهرجان زايد في الوثبل، المهرجان الدولي اللي ياب رقم دخل موسوعة جنس بكون من أكبر المهرجانات التراثية في العالم. نزيل هذا أولا، ثانيا طارت أعماركم، باجياتكم 57 يوم، المشاركين من جميع أنحاء العالم 27 دولة هالسنة زيادة عن العام هالجايات، قرى من جميع أنحاء العالم، أناس وطرب وثقافات وحرف يدوية وحرف ثقافية وأكل وشرب ورقيص ودبش، يعني شيء يعرف وشيء ما يعرف من كثرة. سبحان الله، شيخ منصور بن زايد ما كد اعتنى في شيء وركز عليه إلا يوصله للعالمية، فوصل مهرجان زايد اللي في الوثبة إلى العالمية، حيث أنه شو وصل؟ وصل كسر موسوعة جنس، دخل في موسوعة جنس للأرقام القياسية من حيث الحجم ومن حيث المشاركين ومن حيث المدة، هذا روحه ما شاء الله شيء يفتخر فيه. الله يطول بعمر الشيخ منصور بن زايد ويحفظه ويزيه عنا كل خير، اللي وصل هالمعلومات، وصل ثقافاتنا، وصل تراثنا إلى العالمية، هذا لله الحمد، يباله حمد وشكر أولا لله سبحانه وتعالى، ثانيا للحكومة الرشيدة اللي يقومون فيه في إسعاد المواطنين وحتى والمقيمين، المقيمين كم مبسوطين، كم مبسوطين من كل جنسيات الدين العودة موجود عندنا. هذه المدينة الدائرية المصغرة أزمة حلم، الأول الإعلان يوصلهم في بلدانهم قبل الحشر بعشر علشان يشاركون عندنا، حاليا تبارك الرحمن السمع اللي وصل لها المهرجان هم آزموا يحجزون للسنة الجاية الحول والحايلة، يقدمون طلب للحول والحايلة من كثر الإقبال اللي ييهم من بيع ومشترى ومشاركة ثقافاتهم من آخر الدنيا يجونكم لين هنا. يا ربي، ها صلاح، ها صلاح، هلا حبيبي. لا أنا موجود، ساير قرية، ساير
مهرجان زايد في الوثبة. وين شفتني؟ وين شفتني بعد تكذب؟ خير حبيبي، ما بطول عليكم السالفة. إن قدن لناظره قريب، وهذا في حال إذا كان قدن، ما بالك باجي خمس دقائق. الحين وصلت أنا جسر بنياس، باجي خمس دقائق وبوصل الوثبة وين المهرجان، وبنصور لكم المعلومات والأخبار، بنشرح لكم عن البنت وبنت البنت. هذا شرحي أنا، شرحي أنا يرويك ويعلمك كيف إن ينام الحدب نومة الحدب. حد ذرابها شقايل في وصفي أنا، وصفي أفسر، حتى أوصف لكم تفسيري بالحدب شقايل نومته. ترى نومة الحدب صعبة، هي والله ما حد يعرف لها إلا أنا، وما حد يعرفها إلا أنا. وإن شاء الله بصور لكم الحدث مثل ما أفصص لكم كيف ينام الحدب إن شاء الله. ونسيت أنا أخبركم، باكر طالت أعماركم شيء عندي رحلة إن شاء الله إلى عمان الخير، عمان الكرم، عمان الأصالة، إلى مسقط الحبيبة عن طريق مطار السيب الدولي إن شاء الله الجديد. مسوي مطار يشار للبنان، مسوي مطار في السيب غني يا ليل، لا استوى شراته في الدنيا العود ولا بيستوي عقبه في الدنيا العود، إلا كان شيء علم عند الله، الله أعلم. فلذلك إن شاء الله جايتني دعوة في معرض مسقط الدولي للمجوهرات، وإن شاء الله بكرة للساعات والمجوهرات، هذا بكرة بيكون في معرض مسقط الدولي في أرض المعارض في عمان الحبيبة، عمان المجد، عمان الأصالة إن شاء الله. وإن شاء الله أني بسرح طيارة الساعة 8 وبضوي بطيارة الساعة 8 المساء، يعني بيلس تقريبا 12 ساعة عندهم. من الأسباب الرئيسية اللي خلتني أي من المغرب، أول بادي الاحتفال باليوم الوطني 48 لدولة الإمارات، إمارات الخير، وثانيا لحضور المعرض الدولي للمجوهرات، الساعات والمجوهرات في سلطنة عمان. فلذلك عصفورين في حجر، والحمد لله الخير مجبل وأموري طيبة من حسن إلى أحسن. وأبشركم احتمالية سيرتي لندن في النيو يير ارتفعت إلى 97%. أمس كلموني الجماعة من لندن وأكدوا علي، قلت لما تخلصون الحجوزات وهذا هتسا خبروني، حسب أخبر باعتي اللي ضارين يعزمون، والجماعة اللي ضارين تلاقوا وياهم من حول لين حول في النيو يير والكريسمس في بريطانيا الحبيبة، يكون أني أكد عليهم السيرة. معرض الله يحفظكم مسقط الدولي للساعات والمجوهرات اللي بيستوي في عمان الحبيبة في مسقط، سالم الشعيبي مشارك فيه وبقوة، وأكبر العروضات، توجد عروضات وتخفيضات وأشياء بتعرض لأول مرة، من أحجام صيغ، من ذهب، من عقود، من أحجام الأحجار الكريمة، وعلى رأسها الحجر الألماس. نعم توجد تشكيلة غريبة فريدة من نوعها في معرض مسقط الدولي للساعات والمجوهرات. نعم هذا الشيء بيستوي ابتداء من بكرة، حدث غريب الأطوار، ضخم، سالم الشعيبي حاط كل ثقله في هالمعرض، يعني جايب ما صفت العقود وصفت المجوهرات كلها في المعرض. بيكون لي حضور إن شاء الله بالمشاركة والتغطية في هذا البلد الجميل، في هذا البلد المعطاء، سلطنة عمان، سلطنة عمان الخير، عمان الحبيبة. وإن شاء الله باكر بوصل الضحى العالي، وعلى طول بكون هناك في مسقط طول فترة لين يعني أخلص المعرض، وإن شاء الله أنه في الليل بضوي بضبي إذا الله جعلنا من الحيين، لأني بعد بكون مرتبط بموعد في دبي وبكرة إن شاء الله. أمور طيبة وأخبار جميلة وعروضات مميزة وأشياء لا صارت ولا استوت، كلها الدنيا بخير، أيامنا مهرجانات وأعياد وأفراح وأناسة وخير فضيل من الله سبحانه وتعالى.
شو بقولكم؟ يوم يقول لك طر الجربة قتلت الحسين، الدنيا كلها بوي موجودة في هالمكان، شيء قليل قليل الكلام اللي بقوله. لو بتكلم اليوم لين باكر مستحيل أوصف لكم الشيء اللي تشوفه العين، شيء لا صار ولا استوى. فسبحان الله الترتيب يعني كل سنة يكون أخير عن السنة اللي عقبها. هدوء، ادخلوا المكان كل سلام من سلام، لا ازعاج لا هم لا عندك لا اليك. رقم واحد تنسيقهم في منتهى الروعة، كل حد له مكان في عمله في تنسيق بداية شغلهم وفي نهايته. اللهم لك الحمد منسقين كل شيء زين ما زين ولله الحمد، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. هم علته ابويا هل بالمباريات ما لهم علته، حاطين ابوي شاشات كل شاشه كبر كبر البنايه. شوف الشاشه كم كبرها، طيب بتوضح ما بواضح من بعيد ما يطلع في التصوير زين. اي والله فشوف يوم اقول لكم العالم كلها ابوي موجوده. حاط في باله ان بيي وما بيلقط زحمه ترى غلطان، يعني مستحيل انك ما يعني على ضخامه المكان وعلى التوسعه اللي استوت اكثر عن العام بمرتين، وبعد ما شاء الله المكان ما يضم من العالم تبارك الرحمن. مكان السنه اللهم لك الحمد غادي المكان، يعني شوف شوف هالظلمه اللي هناك، ها كلها ظلمه، عالم اوادم في كل مكان وين ما تصير امه لا اله الا الله، يعني حضور جماهيري تبارك الرحمن من قطع النظير. اللهم لك الحمد. شو لك شاك شوف العالم اللي عليها، وين العاب الاطفال كلها عالم، امم امم. يوم يقول لك ما تروم تمشي من العالم، هذا يقول لك يوم ما تروم تمشي من العالم، ما شاء الله تبارك الرحمن. فيديو ولا تبون تليفون لو فيديو؟ شو اللي تبون؟ ما بتقول شو اسمك عادة؟ اسمي خليفه. انزين وانت؟ زايد. وانت؟ سروي. ما شاء الله. وانت يا رنيح وين الضرس؟ ضبطه عجبته. تكلم عاد قول شيء. السلام عليكم. بس؟ اي بس يا شو تبغى اكثر من شيء؟ ما يسد الدنيا الا السلام هالنمونه. شوف الله عليكم. مباراه في اكبر شاشه وفي اكبر مكان، شوف الله عليكم العالم. يا ربي طيب انا ما شفت حشد هالكثر، شوف امه لا اله الا الله كلها تتابع المباراه. ما شاء الله. لا تقولون لي شفتوا التجمع هالنمونه؟ تجمع ما شاء الله تبارك الرحمن. تحرون يمزح يوم اقول لكم شوف العالم دور ما دار نافورة الراقصة كل هالعالم وهو يتابع المباراة. شو العالم شو ما شاء الله ما لو اسوي زوم ما يظهر واضح، ما ادري يظهر اللي في اللي في البرد اللي في الحوض يظهر. ايوه هذا يظهر واضح. شوف الله عليكم. بيبتدي العرض النافورة الراقصة حاليا، هذا العرض خاص باليوم الوطني، أول مرة يعرض هالعرض. Thank you.
يا الله انك كنت على ايامنا كلها افراح بافراح افراح بافراح يا رب العالمين والمسلمين اجمعين يا رب العالمين. هالبلد يستاهل كل هاللمة وكل هالعالم وكل هالأناسف. نعم شعب يستاهل، حكومة تستاهل، كل هالناس يستاهلون هالفرحة وهالتجمع الكبير. جزاهم الله كل خير القائمين على هالمهرجان وترتيبه. لازم تعدون أساميكم، شو اسمك؟ منصور. وانت؟ فهد. وانت؟ وانت؟ هزاع. ومنصور فهد. ما شاء الله عليكم، انتم جنود، انتم ضباط، شو انتم؟ شو هذا اللي لابسينه انتم؟ جنود، ما شاء الله عليكم. منظر يشرح القلب، منظر يبعث السرور، منظر يعني كلمة ان الواحد يقف شعر ينبه، يقول شعر ينبه قليل يوم يشوف أمم اللي بحاضرة. واحد يعجز اللسان عن التعبير وعن الفرحة وعن يعني شيء في منتهى الروعة. اللهم لك الحمد، سبحانك يا رب، سبحان الله سبحان الله. لو بتكلم اليوم لين سنة مستحيل أني أروم أوصف هاللي أنا أشوفه. هذا بس اللي في الساحة، هذا تشوفون العالم، هاي بس اللي في الساحة، هذا شوف بس اللي في الساحة. ناهيك عن اللي داخل القرى، ترى كل قرية من القرى اللي داخل تقريبا مساحتها 100 متر في 100، أكثر عن 30 قرية وكلهن مجزرات عالم. هاي اللي ظاهر تبارك الرحمن. هاي يوم يقول لك أمة الثقلين، هذه يوم يقول لك أمة الثقلين. ها المكان يفور يفور يفور، ينغش هب يرغش ينغش، تعدى مرحلة يرغش، وصل إلى مرحلة ينغش من كثر الوادم. المهرجان حاليا زح أمة لا إله إلا الله. يا ربي اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، اللهم زد وبارك يا رب العالمين. شوف شوف العالم، شوف الناس، اللهم لك الحمد. يا الله يا رب تحفظهم، تطرح البركة في هالعيال. بننزل بنصور لكم من تحت عادة. هاتينا اليوم روح غير نمونة. إيه شوفوا داد، ها جوتي مع الرياضة والدنيا. إيه وزليق غير، ها شو اليوم شو اليوم شو قادي ما شاء الله علي، تحروني معرس. عفرة، أي وحدة اسمها عفرة؟ تي شاطر ورماسة، قولي أي شيء. السلام عليكم. عليكم السلام، أنت بخير؟ ها وين ساكن عفاري؟ نعمة. نعمة ما شاء الله ما شاء الله. شو رأيك في المهرجان؟ حلو. وايد حلو؟ وايد. رقم واحد صح؟ بسم الله عليك. هذه حبيب الله صوتك، ها؟ وين الصوت الحين؟ ما بتقول عن اسمك؟ أنا اسمي محمد طحن برق طحن منصوري. انزين، والله مليار والنعم. في أي صف؟ رابع. رابع مجتهد رقم واحد؟ هي. الله يبارك فيك، تحمل حبيبي كله ولا المدرسة. لازم تقدم الأوائل. كشمك. الله ييسر أمورك. علم صبرينا خربتي متى؟ فليوة ما شاء الله. لابسه شو اليوم الزي هذا؟ ما شاء الله، الله يحفظك ان شاء الله يا مشاعل. تبارك الرحمن، الله يبارك في حياتك. سلمي ماي على هلج. السلام عليكم. مامي سلام عليكم. بسم الله عليك الرحمن الرحيم، بسم الله عليك. ماخذه زين هالزعاب كله، الله يحفظها.
صفرة من الهين من نقوة الهين الأصايل برواحها بين الصلاطين من أهمها حمل الغوايد ومسيرها من واحة العين وتقصر قلوب دروب الغوايد ما شاء الله يعلك تسلم يعلك تسلم زين شو اسمك مايا؟ سلامة. شو اسمك؟ سلامة. سلامي يا مرحبا بسلامي. ايش حالك حبيبتي؟ الحمد لله بخير. وين ساكنين؟ ها؟ شخبوط. شخبوط ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله على البنات يعني الله يحفظكم ان شاء الله. الله يسلمك ويحفظك. جزاك طيب حالك الله يحفظك. الله يحفظك. وهذه ما شاء الله ما بروح صبرها حرمه كم اكبرها ما شاء الله ما الله يبارك الله يحفظها ان شاء الله الله يطول عمرك الله يطول عمرك مرحبا بالبنات السلام عليكم يلا تعالي اول بالي شو اسمك سلوى طحن المنصوريه والله والنعم وهاي البنت الفنانه منو هي هي مشاعل ما شاء الله يا مشاعل الله يحفظك والله والنعم والله عليك شو ما شاء الله تبارك الرحمن ثمان يعني ثمان مستحيل تطوف دقيقة قبل الثمان ولا بعدها يوميا الساعة ثمان ما شاء الله تبارك الرحمن عرس 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 الأيام كلها أفراح يا رب العالمين اسمك محمد والنعم وانت عبدالله والله مليار والنعم ما شاء الله عليكم محمد وانت محمد بن من محمد سلطان زعابي ها محمد سلطان زعابي والله والنعم وانت سلطان زعابي عبدالله سلطان زعابي الله يحفظه ان شاء الله ابراهيم وحمدان ها انت ابراهيم ولا مطر ولا منو شو اسمك انت حمدان حمدان وهذاك ابراهيم عيال مطر والله والنعم ونعم بحالك جزاك الله خير
علومك بخير؟ الله يحفظك. الله يجزيك خير. قلت لكم لازم اول ما تون A89 الجدايل. السلام عليكم خميس. مرحبا. ايش حالك؟ بخير. كيف انت؟ دومك مميزه حتى في طريقه ترتيبك وطريقه العروض والالوان المتناسقه مميزه في كل المعارض. الله يسلمك. يبارك في حياتك يا ام خميس. طول بعمرك يا مرحبا الساعه. فنان من استويتي يا ام خميس. طال عمرك انت فنان وان شاء الله الاخلاق الزينه. لا خلينا منك. لا خلينا منك. اخلاقك هي اللي توديك. نحن نتعلم منك على الله يحفظك. بارك الله في حياتك. من مشيت لو وصلت. لا خلينا يوم يقول تنكة وتنكة هاي هي التنكة. هاي يوم يقولون تنكة. هاي هي التنكة. هذه نعم التنكة. الاول الناس الذهاب يحطون فينا على الصلاه. نعم نعم. وهذا لا طال عمرك الثياب مال الاول اللي هو اللي كان دوره التلي اللي هي هذه طال عمرك بوطيره وهذه الميزع. خدمه راحنا نخدم في البيت. هذا الميزع خدمتكم روحكم؟ نعم في البيت. نعم ما شاء الله يا ام خميس. اي نعم. وهذا بوطيره؟ هذا بوطيره. نعم شيء بقفص ام خميس. اي نعم. وهذا طال عمرك بالليحان. بالليحانه؟ اي نعم. هذا اللي معوبه بالليحان. بالليحان؟ نعم. هذا بالليحان. ما شاء الله تبارك. وهذا بقليم. اي نعم هذا بقليم. في خاطري بقفص هل مزري؟ ما شاء الله. عاد هذا وقت دوكم جماعه ترى هذا وقت المزري الحينه. نعم. اشتاء هذا وقت المزري. عاد تبي الزين الحين. زين زادهم. وهذه طال عمرك عباهم قطان. ما شاء الله. اي وهذه ام الخدود البارحه بتشوفها بالتلفزيون. ما شاء الله. ما شاء الله. تلفزيون مو نعم. ما تسوي زين. هاي ام الخدود اللي يطرونها. ثلاث ساعات تي قبل الخدمه شرات البشت. اي. شرات الاسويعيه. اسويعيه هذه. اي. هاي اسويعيه طال عمرك اللي هي ام الخدود يسمونها. هذه اللي هي شوفها. أيوة. هي ما شاء الله طبج المزري ترى هذا حين وقت ترى كل لبسه كل زي من هالازياء لوقت معين لكن اطبج المزري هل تشوفونهن هذا لبسنا الحين هذا وقت وقت الشتاء المزري ما يلبس في القير يلبس هذا وقته غايه المتمني الصناديق اسويهم منها ما شاء الله ما فنانه يا ابو خميس هاي يوم سهب ابو كازوة ها سمعتوه ابو كازوة هذا ابو كازوة الارضيه سماوي والكازوة على ما تشوفون بربل وفضي يلا ها سمعتوه محزم الباشا هذا ابوي محزم الباشا هذا طال عمرك البدل خدمه يدي انا هذه هذه لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هذه الخدمه روحي انا خدمه بالبيت ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن كل شيء وللمسمى هاي الدقه يسموها محزم الباشا وهذاك يسمونه راس القند، شو بقول لكم امور امور ما شاء الله عليك يا ام خميس كله ترتيبك فنان وزين مميز من يوم يومك لا خلينا منك يا ام خميس الله يحفظك ويطولك وصلك هاي روحه لا خلينا منك انت انت ياره ودم ولحم انتم من ايراننا نعم وهل يا طويل العمر لا خلينا منك يا ام خميس لا خلينا منك من مشيت لو وصلت لا خلينا منك لا خلينا كل ترتيب ابوي عندكم ها وهذا ابوي المنقد معوبة شيل النقد وشيل النقد هاي شيل النقد وشيء عاد احجام شيل النقد وشيء بعد شيل من غير شيء يسمونه شيل اللموعي شيل اللموعي هي هاي شيل المنقد اللي يظنون عادية هذه ولا امهات النيل امهات النيل هذا طال عمرك منقد الاولي ايوه هذا شوفه كل الناس الحين الاولي يخدمون بيدهم ايوه شوفه هذا منقد اللي هو الثوب ثوب وكندور والرقعه روحها منقده؟ اي منقده مره منها وفيها برويك اياها الحين. القطعه روحها مره منها. هذه بعدها مخصصه ما شاء الله ما شاء الله. هذا ميزع. ميزع. بعد روحنا يدفع في البيت. تبارك الله. عصمة يمناك يا ام خميس. لا عصمة يمناك ولا عدمناك. يحفظك يطول بعمرك. مال العطر اليم هذا. ان شاء الله بني كل بني ما بخلي بقعه. هذا الحين المكان هذا بس اللي فيه المخاوير والميازيع كلهن اللي تشوف الاجناس. اطبج المزري والمخاور كل شيء هذا بتوله ها؟ نعم هذا بتوله هذا بتوله منها ميزع من التنادير من الثياب ما شاء الله الرفرف هذا المنقد وهذا طال عمرك الرفرف اللي هو بتوله اي تشوفه هذا رفرف ما شاء الله نفس شرات بوقفاص اي بوقفاص منه اللي هو حمار وابيض من كل ما شاء الله ما شاء الله مسيرة هي هاي ابتدت المسيرة على ما تشوف هاي المسيرة من جميع دول العالم
عيال ما شاء الله عليه يقول شو مرحبا يشبهوني بالخالدي. اي نعم صدقهم ما قالوا عيله ابدا تحراك اخو توأم مره. اي نعم ما شاء الله عليك في كل شيء اشوف الله عليك. خلنا نتحدى بعض ما شاء الله ما شاء الله ابدا توأم شبيه. مرحبتين يا الزعابي كيف الحال؟ هذا الريال ها صاحبي اللي تشبهني فيه. هي صدق ابوي ما قال عيله. اسمي قصايد. قصايد ما شاء الله عليك ما زين اللي اسمك يا قصايد الله يحفظك. قول اسمه ما صوره. محمد. لا اسمك الكامل. محمد سيد الرايدي. والله بسم الله عليك الرحمن الرحيم. ايش اسمه؟ مرحبا مره يا ربي مصغروني الله يحفظك. نعم اللي يتحرى اني تراواله غلطان، هذا ابوي ما حد يتراواله. المنظر اللي تشوفونه هذا حقيقي. هذا حقيقي وهاي تشوفونها أمم 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 ما شاء الله. نعم عليك السلام. منور بعد منور يا بوش من هالليتات هالبجالي بأكثرهن. يا سلام يا سلام على أبو صنقحة. يا هذا أبو صنقحة كتلي بخير. مرحبا بزايد. يلا أنت تعال يلا تعال. أنت شو اسمك؟ وأنت هذا صغير وهذا شو اسمه؟ هذا حمد. ما شاء الله على حمد. انا اسمي زايد. والله مليار والنعم مليار والنعم. الله يحفظك. خبيث سلام عليك. وين الكرت؟ سينا وصورنا ورمسنا ما اعطيتينا الكرت. كل حد مطرش مسج وين كرت خميس وين كرت خميس وين كرت خميس. هذا كرت خميس. هذا ابوي كرت خميس ها. الجدايل الانيقه دخون وعود وعطور ومخاوير تلي شيل للبيت شيل للصلاه شيل حرير شيل ابوي ابو دقه شيل بوقف كل شيء سراري دشنار شو اللي تبونه كله موجود عند ام خميس. وهذا ابوي ها الجدايل الانيقه بعد ترى شيء جدايل قطاقطه لا بسك لين البهار. يا سلام يا سلام يا سلام. وهذا شو حينه؟ هذا عطور. هذا تبعكم ما شاء الله. هذا A19 ها بعد ابوي تبع ام خميس. هذا ها كل شيء مميز بتلقطون عند ابو خميس. كل شيء مميز عندها من عطور من ريح من مداخل من ترتيب كل شيء كل شيء بتلقطونه عندها. وترى الاشياء هذه تكون موجوده واسعارها بدقه رز الاسعار. هي هذا عطر محمد بن زايد. شوف انت هذا الزين سوينا ما تسوين الا زين يا ام خميس. الله يسلمك ما تسوين الا زين. فاقولكم ابوي هالاشياء مثل اللقطه ومن يعني الواحد يغتنم الشيء هذا وياخذ ويود بيودي هدايا بيسافر شرق غرب ياخذ ديخن مضربين ثلاثة عطر ويحط وياهن جنس ولا جنسين من مخاوير ولا من الثياب ولا من الشيل يعني ويقدم هدية وقت سير ولا ييه يعني هذا الناس تفرح به. في أوقات المهرجانات يكون سعره وايد موافق سعره وايد يكون وافد وقت المهرجانات. هذا من هذا عصري بن ساري المنصوري والله من نعم. وهذا وهذاك حمد وهذا وهذاك علي راشد عبد الله وراشد ما شاء الله الله يحفظهم. عيالكم نعم. تبارك الرحمن الله يطلع فيهم راشد المنصوري والله مليار بالنعم. ام خميس شيء اسعار خصوصي ولا الاسعار الاوليه؟ والله طال عمرك تامر امر انت. لا خلينا يبون الدكان كامل. لا خلينا من اسمك. لا خلينا من اسمك يا ابو خميس. تامر امر انت ابو محمد. الله لا لا هي عمرك طويل. لا لا ما حد يبلل المستطاع. الله يزيد خير ويحفظك ان شاء الله يطول بعمرك. يا مرحبا مشكوره يا ابو خميس. شايف الخاطر؟ سلامة قلبك. سلمي لا خليت منك. مرحبا ما سمعت؟ الا قولي زين شو اسمك؟ رضا العامري. والله والنعم الله والنعم بالروض ما شاء الله عليك يا روضه. برايني اصور؟ نعم فاتح
اشكر فنك. سلام عليك. مبدر شو عندك؟ والله انا عندي مطلي ذهب. مطلي ذهب؟ نعم. انت بكبرك ذهب؟ الله يطول. ما شاء الله ما شاء الله عليك. ما زين الا لبسك يا يا مبدر. الله يطول عمرك. شو عندك؟ شو اللي عندكم الحينه؟ مطلع عندي انا اشتغل مراري على حسب الطلبيه حق الحريم. هي ها كلهن هاي الحين مطلي ذهب؟ كله مطلي ذهب وكله شغل يدي. ما شاء الله. وعندنا الهيار، عندنا المرتعشه، عندنا الطاسه، عندنا نكرس مال قبل، عندنا السيتمي بشراف ومن دون شراف، عندنا كرس يابر. هذا شوف كل ابوي هذا تشوفونه هذا كله مطلي ذهب. عندنا المراري والمرامي. ما شاء الله ما شاء الله. عندنا الحلول بالشوك. عندنا الملتفت كل شيء موجود. يعني تسلمين وانت سالم. شو عنوانكم بكرتكم وينو؟ عدي 050 هي 913360. زين هذا الرقم للتواصل اللي يبى شيء من هال الاغراض. بس وعندنا بندول واتساب للبيت. زين وهذا رقم المحل شو ترى؟ 91. هذا رقم 91 عدال الجدايل ابدا اول والثاني وهذا حفيزه المراري والدنيا. ها على ما تشوفون يلا ما لين بدر. في عبد محمد سلام عليك. ايش حالك الله يبارك فيك. يا مرحبا بنت محمد يا مرحبا. الله يرحب بك. ايش حالك؟ يا سلام يا سلام على هالمدخن. هذا ابوي سمعتوهن مداخن ابوي روس ليبال هاي لهن هاي المداخن الشحيات. هذا ترى ابوي ما يحصلن من النوادر. هذا ابو شي ابو عروه شي ابو عروتين. يا سلام يا سلام. وين طلع من وياي بلش اياهن؟ والله ما احتاج ابد والله طلبيه انا اسوي يبون. ما شاء الله من وين؟ يبون من خصب لي. ما شاء الله من ليمة. ليمة وخصب. نعم. الله يحفظك. الله ابوي عاد هاي شيخات المداخل. ها ما شيء شراتن. شيء معلومه بالنسبه للمداخن الشحيات هاي اللي تشوفونهن. المعلومه ان ما بينخذ على اساس انه يدب يعمر دهر ما ينثلم ولا ينشلخ ولا يستوي باي شيء. من تصير الطباخ ويشخل شخالة العيش الشيلاني شخالة نزلوا ابوي هذا المدخن فيه وخلوه لين تبرد الشخالة لين نهار ثاني اغسلوه وحففوه واستعملوه. كان ناوي يعيش سنة بيعيش 10. هاي بصرة ابوي المداخن الشحية المداخن روس ليبال من ليمة هايين اللي تشوفونهن. هاي بصرتن هايين لازم عسب يعيش دهر يتشرب من شخالة العيش. شخالة العيش شيلاني. في عبد محمد شو عندكم الله يسلمك؟ عندنا المخمرية. هي عندنا البضاعة. البضاعة والمخمرية. ما شاء الله ما شاء الله. عندنا العنبر. وعندك العافية وعندك الصحة وعندك الخير وعندك الرزق. يرزقنا ويرزقك. وعندنا الدهار مال الأول. ما شاء الله. اللي هو بالعنبر ولا حق الشعر. إي ما شاء الله ما شاء الله. حامة في العنبر. إي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. كله موجود. ما تسوين إلا الزين. الله يبارك فيك يا مرحبا يا أبو محمد. الله يرحبك على فضله. كم رقم دكانكم وكم رقم هذا؟ 83. هذا اخوي. ايه 83. ما بيقول اسمه ما بصوره. اول بادي شو اسمك؟ خليل. ها؟ خليل. خليل وانتي؟ انا. امنه وانتي؟ ميا. وانتي؟ ياسمين. ياسمين وانتي؟ ملاك. ما شاء الله وانتي؟ تعرف اسمي. زين نسيت. زين خذ مره ثانيه عاد تحيدين عاد. قصايد. ايوه انت قصايد انت اسمك يروح عند 600 بنيه. الله يحفظك ما شاء الله عليك. بنت محمد. ايه بنت محمد بن عبيد الخميري. والله من يار بن سيف الخميري. والله والنعم. رفيعه شيل قصيد اللي توش عديتيها. اقول بو ظبيه دار لاجدادي ديرتي ويلي الفخر فيها ودار عز ودين ويماني ودار بو سلطان نعنيها ودار شيخ شهمنا براسي وخليفه في معانيها احفظه من جور الازمان يا اله العرش واليها. واليها. ايه الله يحفظك.
الله يحفظك. مشكورة مشكورة مشكورة. لا خليت منك. لا خليت منك. أنا عندي وعندك يا عل عمرك. زين عندك الخير. طال عمرك. أنا بس أنا يسعدني يا جماعة الخير. ترى هاي الشيوخ المداخل. ها جليل ترى ما تلتقون حد عنده منهن. حتى لو تبغون تين لا انزين عندك كمية منهن هالمداخن؟ عندي 100 200 مدخن عندك؟ عندي 100 ما ادري بكم شيء لان خذوهن ما شاء الله. هي هاي البوي تراهن هاي الشيوخيات ولا يحصلا جليل تلتقون حد عنده هالمداخن. شيء تقليد شيء شرات التقليد لكن هايل على بطنهن وظهرهن. انا ضمانتي انا هاي غلايا الارخاص كم سعرها؟ هذا عروتين على 70 وهذاك على 50. شيء هاي امهات عروه ابو 50 هذا عاد ندوش الغالي. ايه اللي ممكن ابوي تحيد عمرها تبى المدخن بعروتين ابوي هاي تباله يبالي قطعه عوده كبر الشف ظاهر ابوي من براطم المدخن. هب ابوي اللي تحيد عمرها تحط الكسره تحط ابوي هالكبير ابوي هذا ابو عروه وهذا ابو عروتين. هي اللي تحيد عمرها ابوي كسره عوده تهل كبير طول الرايبه لا تاخذ منهن. هاي ربوي ما يضيع زينكم الله يبارك العافيه. ما لا لا خليت منك. الله يرحبك على فضله. هذا سيد الخود وهذا هذا بعد سيد الخود بس هذا سيد الخود والبيرق وهذا شو اسم العطر هذا؟ هذا مدخن. مدخن ما شاء الله ما شاء الله سيد ما شاء الله. وهذا ابو الحفيز حفيز. وين رقم الدكان؟ مغطتنا انت رقم الدكان بكبره مغطتنا رقم 2 بس 2 نفس المكان هذا هو. ها وعندها ابوي هذا كل ابوي عندهم وهذا عنوانهم سيد الخوت روح دبي وهاي الاشياء عندها بكا. هذا حفيزهم ما شاء الله ما تشتهي النفسي. الله يرزقك ان شاء الله ويسر لك الارض ومن عليها يا رب العالمين. رقم دكانها A01 A02 قصدي. ان شاء الله يسلم. ما شاء الله دكانها A01 هذا ابوي مشروع حبزار وشو غير البزار؟ عندي زيت البان. هي زيت البان زيت البان ولا تشار. وهذا ابوي رقم دكانها A01. ها شغلت روحك انت مسويت انه؟ شغلي انا بدون شغالات. ما شاء الله الله السلام عليك امي. مساعدة هذه البطلة. ما شاء الله الله يحفظها. الأولمبياد. ما شاء الله عليها الله يبارك. شو اسمك امي؟ اليازية. والله والنعم اليازية ما شاء الله عليك الله يحفظك امي. تبارك الرحمن. الله يطرحك البركة ان شاء الله فيها. شكرا جزاكم الله. الله ييسر امورك. زين ما مرتب ما له ترتبين ما يبى ترتيب هذا ترتيب كله زين وفنان. الله يعطيك العافيه ان شاء الله يا رب. كان ابوي A66. الله يعطيك العافيه. عندي عطور اي نعم عربيه وفرنسيه. عندي معمل في البيت انا طبعا ساكنه في العين. ما شاء الله. وعندنا هاي العطور تفضل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. في المقام بعد عندكم بعد منو هالج؟ الله يعرفهم يعرفك. زين زين ردي السلام عليهم كلهم. الله يسلمك يا رب يحفظك. ما شاء الله ترتيبك فنان انت. الله يعطيك العافيه يا رب. ما شاء الله ترتيبك. شو وين الكرت مالكم؟ هذا هو. وين الكرت؟ هذا الكرت مالها. اللي منكم يبى يسوي لك كابتشا. وعندنا عروضات عشان عيد الاتحاد اليوم مباشر. هي نعم. هي عطرين وعطر مجانا. زين بارك الله فيك. الله يعطيك شكرا. العافيه. أكثر من 10,000 شخص بكرة من أبناء القبائل بيشاركون في مسيرة الاتحاد. مسيرة الاتحاد هذا حدث سنوي كل وقت من هالسنة يحصل في الوثبة. تتجمع في جميع القبائل من دولة الإمارات أبناء القبائل للمشاركة في شيء اسمه مسيرة الاتحاد. شيء طبيعي البث بيكون مباشر لايف على جميع قنوات الدولة المحلية والفضائية الأرضية والفضائية كلها محطات نقل مباشر من الساعة 11 الصبح.
أول بتبتدي أبناء القبائل يتوافدون إلى منصة العرض من الساعة 10 الصبح. الحفل بيبتدي مجرد ما يوصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد راعي الحفل. من أول ما بيوصل بيبتدي العرض. بيبتدي العرض كالعادة بعرض أبناء القبائل اللي هي المسيرة من جميع أنحاء الدولة. كل القبائل بتحضر للمسيرة. وعقب العرض هذا بيستوي عرض العرضة البوش. عرضة البوش اللي هي متعارف عليها باسم عرضة الهجن الهجانة. هذا أولا. ثانيا بيكون الحدث الجميل المميز بيكون حضور صوت الإمارات الدافئ وطناف عيضا من هذه. بيكون بعد حاضر الفنان المعروف حسين الجسمي بارك الله فيه. بيكون أبريت غنائي مميز جميل. وبي مثل ما تعرفون حمد العامري بصوته المميز في فن العازي. فبيكون ما شاء الله تبارك الرحمن حضور مميز من طرب ومن مسيرة ومن هجان ومن أبريت من أشياء جميلة يعني. هو والخيالة أكيد لهم نصيب الأسد. الله يبارك ويحفظ الجميع. فلذلك الدعوة وصلت لكم ونرجو من الجمهور الكريم التوافد من قبل الساعة 2 الظهر. يعني من 2 الظهر المنصات بتكون موجودة وطلقها الأبواب لتواجد الجمهور. والحفل بيكون تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله ورعاه ولي عهد